كهرباء للتموين من فضل الاشتباك ما بين جدا الوزارات التموين النهارده، ركزوا معانا. وعايزين نفكر حضراتكم مره ثانيه، هيكون معانا اللواء خالد فوزي مدير اداره التفتيش بمباحث التموين، فقره كامله اللي عايز يستفسر، عايز يقدم اي شكوى او يعرف اي حاجه هيكون معانا ان شاء الله. ممكن تتواصلوا معانا على صفحتنا صباح اون على موقع الفيسبوك. نروح بقى لوزاره التموين. خلاص احنا بنتكلم على تحديث البطاقات التموينيه، المهله فاضل لها 4 ايام، يعني كان الدكتور علي مصلحي ووزاره التموين قالت لغايه يوم 15 يوليو، ده الموعد الاخير او الديدلاين كده زي ما بيقولوا لتحديث البيانات الخاصه بالبطاقات التموينيه. تصريح دكتور علي مصلحي كان تصريح لافت جدا، قال انه سبب تاخير الفصل الاجتماعي للبطاقات التموينيه بيعود للاجراءات الاداريه العقيمه. كمان قال وزير التموين انه اخر موعد زي ما احنا قلنا لتنقيه او تحديث البطاقات هيكون يوم 15 يوليو، يعني بعد 4 ايام من النهارده. كمان اي حد هيتاخر لن يلوم الا نفسه، يعني ده هو الموعد النهائي. اضاف كمان في اجتماعه مع رئيس الوزراء انه تطرق للتكاليف اللي بتتحملها الدولة المصرية بعد زيادة الدعم التمويني على الموازنة العامة للدولة، واكد كمان من ناحية تانية ان قرار وقف تصدير الارز مستمر. زي ما حضراتكم عارفين تم وقف تصدير الرز للوفاء بمتطلبات السوق المحلي. نعرف تفاصيل اكتر مع الاستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين. صباح الخير استاذ ممدوح، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضراتكم، صباح الخير. خلاص فاضل 4 ايام والمهلة الممنوحة للمواطنين لتحديث وتنقية البطاقات التموينية تنتهي يوم 15 يوليو بعد 4 ايام. احنا وصلنا لغاية كام يا فندم حتى الان من المواطنين اللي حدثوا بياناتهم بالفعل؟ احنا كنا بنستهدف زي ما حضرتك عارف، كنا بنستهدف 19 مليون مواطن فقط، بياناتهم كانت غير مدققة. حتى اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها تم إدخال بيانات ما يزيد عن 18 مليون مواطن مصري. تمام، يعني إحنا عدينا 18 مليون، ومفروض كام كده الناس اللي مفروض يحدثوا بياناتهم وما بعتوش؟ كنا بنستهدف 19 مليون مواطن، تم إدخال بيانات ال 18 زي ما أقول لحضرتك. تمام، والعملية شغالة، يعني لسه في أزرة بريدية، لسه بيتم إدخال البيانات، وفي تسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني، لسه الأمور شغالة. بعد انتهاء الفترة يوم السبت الجاي، وده آخر ميعاد، وبتمنى على كل من يشملهم عملية التحديث اللي كانت له رسالة مطلوب حد بياناتك، انه يسارع في خلال اليومين دول وينتهي علشان خاطر ما يدخلش نفسه في حزب البرمة. بعد انتهاء الفترة يوم السبت هيبقى في 15 يوم اخرى لمركز معلومات الانتاج الحربي علشان يستكمل الاظرف اللي هي متأخرة عنده ويكمل البيانات. تمام، ويبقى عندنا من اول الشهر الجديد قاعدة بيانات مدققة سليمة نقدر نشتغل عليها، ونقدر نقدم خدمات للمواطنين منها بشكل سريع وبشكل ميسر. تمام. طب استاذ ممدوح، يعني ما فيش اي استثناءات، عايزين ناكد على النقطه دي، انه بعد 15 يوليو خلاص كده المهله انتهت، ما فيش اي استثناء ممكن يعني يتخذ مع اي حد؟ لا حضرتك، ما بنتكلمش على اي استثناءات، لان كان المفترض ان احنا هنقفل يوم 30/6 اللي فات، وتم مد الفتره 15 يوم عشان خاطر اجازه عيد الفطر المبارك وظروف العمل اللي كانت صعبة شوية في رمضان. وخليه أقول لحضرتك احنا فاتحين باب التحديث من أول 4 اللي فات، من أول جديد، يعني لينا النهاردة 105 يوم، يعني 19 مليون مواطن مصري، يعني المدة يعني تستوعب قد الرقم ده 5-6 مرات يعني. تمام، وده حصل كمان الايام اللي فاتت كلها، يعني كان في مناشدات للناس سريعا. بس في الخبر يا فندم الارز تحديدا، والقرار اللي صدر بوقف تصدير الارز عشان يعني الوفاء بمتطلبات السوق المحلي، القرار ده مستمر واهميته ايه يا فندم تحديدا في اللحظه دي؟ شوف استاذ الفاضل، هذا القرار مهم جدا، وكل دول العالم بتتخذ مثل هذه الاجراءات وتعمل عمليه وقف تصدير لسلع معينه علشان خاطر تعمل تامين للسوق او لاحتياجات السوق. بنشوف روسيا على سبيل المثال في بعض الفترات كانت توقف تصدير القمح علشان خاطر تحافظ على القمح موجود جوه اراضيها لمستهلكيها. هذه الاجراءات اجراءات في صالح المستهلك وليست بدعه حكوميه، ولكن معمول بها كل دول العالم. ما حدث في سوق الرز حضرتك ان كان الرز بيتصدر او بيتهرب، وكان المستهلك المصري هو اللي بيدفع الفاتوره وياخد كيلو سكر غالي في السوق، بالرغم من ان الرز محصول شره جدا للمياه، وانت حضرتك زي ما كلنا عارفين عندنا مشكله للمياه، فما ينفعش انتاجنا اللي بيستهلك مياهنا يتصدر والمستهلك ما يلاقيش رز، وعلى الاخر نروح نستورد ارز من الهند للتموين ولخلافه، ونشوف المشاكل ونشوف الضربات اللي بتحصل. القرار لتامين الاحتياج للسوق المحلي لن يتم جدا.
لن يتم فتح باب تصدير الرز اطلاقا ما دام السوق المحلي محتاج. هذا القرار بيصب في صالح الاستقرار او توفير كيلو رز بسعر 6 جنيه ونص في المتوسط. ده مهم جدا حضرتك انك توضحه. والرز المصري احلى من الرز الهندي، يعني طعم الرز الهندي مش زي الرز المصري. بشكرك شكرا جزيلا استاذ ممدوح رمضان متحدث باسم وزاره التموين. اخر حاجه بس اسمع، عايزين نقول للناس ما تكسلوش، فاضل 4 ايام. اللي ما حددش بياناته او تنطبق عليه شروط تحديث البيانات يحاول خلاص يحدث البيانات، لإما بالبريد الإلكتروني أو من خلال مكاتب البريد منتشرة فيها الاستمارات الخاصة بتحديث بيانات بطاقة التموين. خلاص بعد يوم 15 يوليو مفيش كلام تاني، نتحرك بقى علشان ناخد حقنا وعلشان مفيش حد ياخد حقنا من خلال البطاقات. احنا بنقول ان احنا بنعمل ده علشان الدعم يصل لمستحقين. نتحرك كده وما نكسلش.